بثقافته الواسعة وذكائه الحاد توج جورج إرداحي نجماً أعلامياً على الساحة التلفزيونية العربية، فكان حضوره متميز عما اعتدناه على الشاشات الصغيرة. هو صاحب شخصية قوية هي نتاج خليط متعدد من التجارب الثقافية والاجتهاد. درس المحاماة، إلا أن الصدفة قادته لدخول عالم الصحافي، فكانت البداية بالسبعينات وشكلت جريدة ليسان الحال نقطة انطلاق جورج إرداحي لينتقل بعدها إلى تلفزيون لبنان كمحرر ومقدم لنشرات الأخبار. عام 1987 انتقل لإذاعة مونتي كارلو في باريس لتبدأ غربة جورج إرداحي بعيداً عن ربوع لبنان، فتابع مشواره الإعلامي وبجعبته الهم العربي هدفاً يسعى لإيصال صدى لكافة أنحاء العالم. سنوات عديدة قضاها جورج إرداحي بالعمل الإذاعي ليعود بعدها نجماً تلفزيونياً بامتياز من خلال من سيربح المليون. جورج إرداحي إعلامي رسم للنجاح عنوان آخر تخطى حدود النجومية، فحصل على ثقة المشاهد العربي وسام توج مسيرة مكللة بالنجاح.